يوروا في الصوره الباهيه نتاع بلادهم، احنا يوروا في الصوره الخايبه نتاع بلادنا. وما عندناش مصباح سحري احنا، معناتها توا باش نصلح وتوا باش بين ليله وضحاها، معناتها باش كل شيء يتصلح. اصبر تتحمل وتحاول تشوف حلول لمشاكلك، وسي با لا فان دي مود، معناتها خير نقعد في بلادي بصراحه، خاطر مهما كان بلادي فيها حاجات نيجاتيف ديما تقعد بلادي احسن حاجه، ونرتاح فيها وفيها عائلتي وفيها اصحابي، وبلادي ديما تقعد هي الاولى والاخرانيه. علاش اليوم نسبة كبيرة من المواطنين يقولوا لي نهاجروا، حتى اللي بصغارهم بعائلاتهم يقولوا لي نهاجروا؟ ولا أنا نرى أنهم قاعدين يتغروا، هما يتغروا بحكم برشا عبيد قاعدة تمشي وتوري في مغالطات، فهمت؟ إنسان باش يخمم يمشي يهاجر لازم يكون عنده غادي أفريات وعبيد يعرفهم أموا كيفاش مش قاري، فهمت؟ أما ماشي هكاكا سبهلة ليه، واللي يحرق واللي يتبع يفك الانستغرام زادوكم اللي مشاو ويشجعوا على الحكايه هذايا، بصراحه حاجه ما تفرحش. وقاعدين نشوفوا في برشا ماتوا، وبرشا خليوا صغارهم، وبرشا امهم التوا مشويين عليهم، واكبر غلطه كانهم عملوا هكيك. بصراحه لازم يرضوا بالموجود في بلادهم، خاطر مهما كان معناتها جارت عليك بلادك، ديما بلادك كانها امك، الوطن عباره امك، فهمت؟ كيفاش تتخلى انت على امك؟ يزم تصبر وتتحمل وتحاول تشوف حلول لمشاكلك، وسي با لا فان دي مود، معناتها الحياه تستمر مهما كنت فما عندها عوائق وفما حاجات نيجاتيف، نحاولوا ديما نلوجوا على الحل. ننصحهم بيان بون، معناتها فما برشا بتاله اوكي، مانيش كونتر الحكايه هذي، فما برشا بتاله اوكي، لكن موجوده في العالم الكل راهو. احنا العالم المشكلة ان غالطين فيش، هما انهم يوروا في الصورة الباهية متاع بلادهم، احنا يوروا في الصورة الخايبة متاع بلادنا، فهمت؟ الور هما كان يغوصوا في العالم الاخر اللي ماشيين، معناتها فرنسا ولا اللي باش يهاجروا ولا باش يمشيو ويشوفوا برشا بلايص تلقاوهم اكثر حتى من احنا، معناتها فهمت؟ فمش ديفيرونس، مي هما قاعدين يشوفوا يتبعوا في التصاور تاع الفيسبوك الفيديوهات، صاحبي هاو مشي هاو عايش لبس عليه، نجم انا زيدا نعمل كيفه. كي تشوف انت هكا بلادك تصب فيها شويه شتي تغرق، خليني نقول باتم معنى الكلمه تغرق، معناها نلقاو الكياسات مسكرين، نلقاو روكالات فايدين، نلقاو برشا حاجات لهنا، تزيد تحبها ولا تسخف عليها ولا شنو تقول على البنيه التحتيه نتاعنا؟ ما اخزر لي راهو ما عندناش مصباح سحري احنا، معناتها توا باش نصلح وتوا باش بين ليله وضحاها، معناتها باش كل شيء يتصلح، لازم شويه صبر شويه صبر تو يتحسن كل شيء، فهمت؟